أعزائي الطلبة، أهلاً وسهلاً بكم بدرس جديد من سلسلة دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الإعدادي. في هذا الدرس سوف نسلط الضوء على موضوع مهم جداً من مواضيع السادس الإعدادي، ألا وهو البولايت ريكوست. بولايت ريكوست، عنوان الدرس هو making polite request. requests شنو معناته؟ معناته عمل الطلبات المؤدبة، عمل الطلبات المؤدبة. هذا العنوان الأول، يعني دائما ما يجي بالامتحان الوزاري make a polite request معناته أعمل طلب مؤدب. أو بعض الأحيان يقول لي polite request. شي يقول لي polite request. شنو polite request؟ معناتها طلب مؤدب. شنو معناتها طلب مؤدب؟ طلب مؤدب. أو أحياناً يختصر لي بس يقول لي request. شي يقول لي request شنو معناتها؟ معناتها طلب. شنو معناتها طلب؟ فإحنا تلقائياً نفهمه بأنه طلب مؤدب. أعيد وأسلط الضوء على عناوين أو منطوق السؤال. making a polite request معناتها عمل طلبات مؤدبة، ومنطوق السؤال دائماً وأبداً ما يكون make a polite request، اعمل طلب مؤدب، اعمل طلب مؤدب. أو أحياناً أخرى ينطيني ما بين الأقواس polite request بمعنى طلب مؤدب، وأحيانا يختصر ليها على كلمة واحدة ألا وهي request. طبعا للتعبير أول ملاحظة عندنا، للتعبير عن الطلبات المؤدبة نستعمل أحد الصيغ التالية. طبعا أنا عندي أربعة صيغ للتعبير عن الطلب المؤدب، راح أستخدم واحدة من عندها للتعبير عن الطلب المؤدب. الصيغة الأولى هي صيغة would you. الصيغة الثانية هي صيغة could you. الصيغة الثالثة هي صيغة can you. والصيغة الرابعة اللي هي صيغة may I. من واحد يسألني كم صيغة عندي للطلب المؤدب، عندي أربعة صيغ للتعبير على الطلب المؤدب، ألا وهي would you, could you, can you, may I. طبعا كلهم ذني شي يجيني بعدهم مصدر مجرد، بعد المصدر المجرد تكملة الجملة وتنتهي بيمن. شوفوا هنا أنا لازم نركز على هاي comma please, comma, please و question mark. هذا أهم شيء بموضوع الطلب المؤدب، comma و please و question mark. لازم نخلي هاي المفردة حتى يصبح الطلب مؤدب، فأعيد القاعدة بالشكل السريع: would you, could you, can you و may I، بعدهم مصدر مجرد، ومن ثم تكملة الجملة وتنتهي بمن بكوما please question mark، باعتبار please من فضلك هي صيغة الطلب المؤدب. دائما وأبدا ما نجد هذه الجملة جاهزة في السؤال، تبديل بمن؟ تبديل بصيغة المصدر المجرد وتكملة الجملة. يعني شو أقول عليها؟ أقول جاهزة منين؟ تؤخذ من السؤال. أكو ملاحظة كلش مهمة. شو تقول؟ أقول بالإمكان استبدال الضمير بالإمكان استبدال الضمير يو. ايش منطيني هو؟ منطيني يو، يعني هذه الصيغ تبدا بمن؟ بيو. ابي من استبدله بالاي، استبدله بمن؟ بالاي. على سبيل المثال هو ايش منطيني؟ منطيني مثل could you. فمرات حتى اطابق المعنى شو اقول؟ اقول could I. شوف اليو المن حولتها الى اي. ومرات ايش ينطيني؟ ينطيني can you. اقدر المن احولها الى can I. المن احولها الى can I. راح طالب يسال لي يقول استاذ ليش ما قلت would؟
would you. ال would you هنا غير دارجة في منهجنا وكذلك في القواعد بصورة عامة، يعني ما من الممكن أو نستبعد صيغة ال would you تحول إلى would I. فهذه الملاحظة أعيد وأسلط الضوء عليها، بالإمكان استبدال الضمير you لمن إلى I. خلي نوضحها الضمير يو المن احوله الى اي مثل كود يو شو تصير كود اي، وكان يو شو تصير كود اي، لمطابقه المعنى. ملاحظه اخرى شو تقول؟ نستعمل الصيغ الثلاثة الأولى. شنو نستعمل الصيغة الثلاثة الأولى؟ اللي هي صيغة would you و could you و can you عندما نريد عمل معين من الآخرين. خلينا نوضحها. نستعمل الصيغ الثلاثة الأولى. شنو الصيغ الثلاثة الأولى؟ would you و could you و can you و الصيغ الثلاثة الأولى عندما نريد عمل معين من الآخرين. شنو معناته؟ معناته الطرف المقابل أو الشخص الآخر هو اللي راح يقوم بمن؟ بالعمل. الملاحظة الثانية شو تقول؟ تقول نستعمل صيغة may I طبعا صيغة مميزة جدا عندما نريد عمل معين لنا. شنو معناتها؟ خلي أوضحها. نستعمل صيغة may I عندما نريد عمل معين لنا، يعني شنو معناتها؟ معناتها أنا اللي راح أقوم بالعمل، أنا اللي راح أقوم بهذا الطلب المؤدب، أنا اللي راح أقوم بهذا الطلب المؤدب. أكو ملاحظة كلش مهمة على صيغة may I. شو نقول؟ نقول في حالة وجود ضمير المفعول به me. يعني انتبه للجملة اللي بيها ضمير المفعول به me في جملة الطلب المؤدب. في حالة وجود ضمير المفعول به في جملة الطلب المؤدب، يعني يعطيني جملة ويقول لي سويها طلب مؤدب وبيها مي. هنا شو نقول؟ فنستبعد صيغة may I. راح واحد يسألني ليش؟ لتطابق المعنى. may I معناتها أنا اللي راح أقوم بالعمل، وعندي مي فما راح يتطابق المعنى. may I get me هذا الشيء غير وارد، ما يتطابق المعنى. قواعديا معنويا تكون غير صحيحة، بينما قواعديا الجملة شو تكون؟ تكون صحيحة. فأعيد الجملة، في حالة وجود ضمير المفعول به مي، يعني أي جملة يعطيني إياها بها مي، فأنا رأسة أستبعد شنو؟ أستبعد صيغة may I. شو استخدم؟ أستبعد صيغة may I. ملاحظة أخرى شو تقول؟ تقول نستعمل صيغة may I. خلينا نشوف شو وقت نستعمل صيغة may I في حالة وجود شنو؟ وجود you أو your في جملة الطلب المؤدب في أغلب الأحيان. طبعا ملاحظة مهمة جدا، شو وقت نستعمل صيغة may I؟ نستعمل صيغة may I في حالة وجود you أو your بالجملة، you أو your في جملة الطلب المؤدب في أغلب الأحيان، يعني مو كل الأحيان، في أغلب الأحيان. وأكو بعض الجمل تحتاج المن إلى تغيير، مثل على سبيل المثال إذا أنطاني you خلنا نجي أسلط الضوء عليها، في أغلب الأحيان تحول المن إلى مي إذا كان الطلب politely أكثر تأدبا. راح أعيد وأسلط الضوء على القاعدة والملاحظات بشكل سريع.
للتعبير عن الطلبات المؤدبة، للتعبير عن الطلبات المؤدبة نستعمل أحد الصيغ التالية. طبعا عندي أربعة صيغ أستعملهم، إلا وهي would you, could you, can you و may I. بعدهم يجيني مصدر مجرد وتكملة الجملة. المصدر المجرد وتكملة الجملة دائما ما نجدها وأبدا جاهزة في السؤال. حتى يصبح الطلب مؤدب شخلي له كوما please question mark، كوما please question mark. أرجع وأقول جملة الطلب المؤدب دائما ما تعطى جاهزة، وبنهاية الأمثلة راح أعطيكم مثال إذا خرج عن المألوف. فهنا نستعمل الصيغ الثلاثة الأولى، نستعمل الصيغ الثلاثة الأولى would you و could you و can you. إيش وقت نستعملهم؟ إذا نريد عمل معين من الآخرين. إحنا نريد عمل معين منين؟ من الآخرين. بينما نستعمل صيغة may I عندما نريد عمل معين لنا. شنو عندما نريد عمل معين؟ معناتها نحن من أنا اللي راح أقوم بالطلب المؤدب، أنا اللي راح أسوي هذا الطلب المؤدب. ملاحظة تقول بالإمكان استبدال الضمير، بالإمكان استبدال الضمير يو إلى آي، يعني أستبدل الضمير يو إلى آي بصيغ الطلب المؤدب اللي هي كود يو. كود يو إيش تصبح؟ تصبح كود آي لمطابقة المعنى. وكان يو إيش تصبح؟ تصبح كان آي. أما ود يو فغير دارجة في القواعد اللي خاصة بمنهج السادس الإعدادي. في حالة وجود، في حالة وجود ضمير المفعول به مي، ضمير المفعول به مي يعني أباوع الجملة الطلب المؤدب، انتبه إلى هذا الضمير، انتبه إلى هذا الضمير اللي هو ضمير المفعول به مي. إذا لقيته فش راح أسوي؟ نستبعد صيغة مي آي، راح أستبعدها، يعني أعمل بالصيغ الثلاثة الأولى، أختار أي وحدة من عندهم. طبعا هو دائما وأبدا ما يحددني شي، يقول لي يقول لي polite request. شنو polite request؟ معناتها طلب مؤدب، وأنا عندي أربع صيغ بس أشوف شو وقت أختار الصيغة المناسبة. نجي نسلط الضوء أكثر على صيغة مي آي. نستعمل صيغة مي آي في حالة وجود يو أو يور، يعني إذا لقيت بالجملة يو أو يور. طبعا في أغلب الأحيان، ليس في كل الأحيان، في جملة الطلب المؤدب، في جملة شنو؟ في جملة الطلب المؤدب. لذلك يجب على الطالب حفظ الصيغ، حفظ الصيغ الأربعة حتى يتسنى له حفظ أو حل جمل الطلبات المؤدبة بكل سهولة وانسيابية. أعيد على الطالب أن يحفظ صيغة الطلب المؤدب حتى يقدر يحل بكل سهولة وانسيابية. هو منطوق السؤال بالشكل التالي: making a polite request. شنو معناته؟ معناته يعطيني جملة ويقول لي make a polite request، نعمل طلب مؤدب، أو يقول لي polite request طلب مؤدب، أو يقول لي request بصورة عامة. بصورة عامة يعني معناتها الريكوست هي الكلمة الأساسية للتعبير عن هذا الموضوع. سوف أسلط الضوء على مجموعة من الأمثلة اللي حصلاً موجودة بالمنهج. طبعاً أنا أغلب الأمثلة اللي جاي أشرحها من المنهج، ما أخرج عن المنهج. هسه تقولوا ليش ما تخرج عن المنهج؟ لأن أقول أغلب الجمل والتمارين اللي جاي تجينا حصلاً من كتاب النشاط، يعني معناتها الطالب إذا ضبط كتاب النشاط راح يحصل على العلامة الكاملة دون تعب ودون أي عناء. شوف المثال الأول: Get me a drink of water. Get me a drink of water. طبعا هو ايش راح يعطيني؟ ما بين الاقواس. منطوق السؤال دائما شوف ايش راح يقول: make a polite request. make a polite request. شنو معناته؟ معناته اعمل طلب مؤدب، اعمل طلب مؤدب. شوف اني get me a drink of water. لقيت مي، ايش لقيت مي؟ يس شو استبعد؟ استبعد صيغه مي اي. فايش راح اقول؟ راح اقول would. استخدمت شنو؟ would you. استخدمت صيغه would you واكتب الجمله كامله دون اي تغيير. شو اقول؟ اقول get me. شو اقول؟ get me a drink of water. of water. لحد الآن خلصت الجملة؟ لا، ما خلصت الجملة. حتى يصبح الطلب المؤدب شو يقول؟ comma please و question mark. comma please question mark. أنا سويت، خليت صيغة would you، خليت صيغة would you وراها get me a drink of water. get me a drink of water وهي الجملة دائما ما نجدها جاهزة في السؤال، وبعدها حتى يصبح الطلب المؤدب ايش خليت؟ comma please question mark. راح يقول الأستاذ ليش اعطيتنا هاي الملاحظة في حالة وجود ضمير مفعول به؟ حتى أجنبك التحويلات، حتى أجنبك شنو؟ التحويلات، لأن هذا الموضوع يحتوي على تحويلات عدة، فانطيت أنا هاي الملاحظة حتى أجنبك التحويلات.
الجملة الأخرى show me your passport. show me your passport. شوف هنا إيش قال لي، غير لي بندق السؤال. إيش قال لي؟ قال لي polite request. شنو polite request؟ polite request معناته طلب مؤدب. عندي مي؟ نعم عندي مي. شو استبعد؟ استبعد صيغة may I. فش راح أقول؟ راح أقول could you. إيش قلت؟ could you. بعدها الجملة تامة بدون أي تغيير. show me your passport. انتهت الجملة؟ لا ما انتهت الجملة. شو اخلي لها؟ comma please و question mark حتى يصبح الطلب مؤدب. مش يصبح الطلب مؤدب، اغلب جمل الطلب المؤدب ما تكون جاهزة، فقط اضيف لها الصيغة المحددة. open your suitcase. هسه هنا نطبق ملاحظتنا، نستعمل صيغه may I في حاله وجود you او your. شد بالجمله you او your، يعني هنا أنا مخير باستخدام اي صيغه، مخير باستخدام اي صيغه. فش راح اقول هنا؟ راح اقول can you. شو اقول؟ can you. وراها الجمله كامله شو اقول؟ open your suitcase. انتهت الجملة؟ لا ما انتهت الجملة. شغل لي كوما please question mark. راح يسألني طالب ساد اقدر ما اخلي الكوما والبليز والكويستشن مارك؟ تقدر مو ما تقدر، بس احنا موضوعنا شو اسمه؟ اسم الطلب المؤدب، لذلك يجب ان نضيف كلمه بليز من فضلك حتى يصبح الطلب مؤدب. زين استاذ اقدر استخدم صيغه اخرى بهذا؟ نعم اقدر استخدم would you، اقدر استخدم could you، اقدر استخدم can you، وهنا اقدر استخدم may I. نعم لوجود your. may I open your suitcase. may I انا اللي راح اقوم بالطلب، بينما من قلت can you الشخص المقابل هو اللي راح يقوم بالطلب. see your ticket. see your tickets. ارى تذاكرك. ارى تذاكرك. وش قال لي هنا؟ طبعا شوف هنا ايش قال لي بين الاقواس. قال لي request. شنو request؟ request معناتها طلب. شنو معناتها؟ معناتها طلب. هاي الجملة لازم ننتبه لها، جملة مهمة جدا. وجود يور بيها، وجود شنو؟ يور بيها. فش راح أقول؟ أستخدم صيغة may I. شو أقول؟ أقول may I وأكمل الجملة للأخير دون أي تغيير. see your ticket. tickets. see your tickets. انتهت الجملة؟ لا ما انتهت الجملة. شو راح أقول؟ comma please وquestion mark. فهنا مرة قال لي polite make a polite request، اعمل طلب مؤدب، ومرة قال لي polite request طلب مؤدب، ومرة قال لي بس request. شنو request؟ معناتها طلب. اوكي خلينا نشوف الأمثلة البقية. put your bag on the conveyor belt. ايضا قال لي polite request. هنا انا بكيفي اني استخدم اي واحدة، استخدم اي واحدة. شو اقول؟ would you put your bag on the conveyor belt. انتهت الجملة؟ انتهت الجملة؟ لا ما انتهت الجملة. شو اخلي لها؟ comma please و question mark حتى يصبح الطلب مؤدب. اقدر استخدم can you، اقدر استخدم could you، واقدر اقول may I لوجود your، يعني اربع صيغ يصير. empty your buckets. شوف هنا راح انا اللي اقوم بالطلب. شو اقول؟ اقول may I empty your pocket. هنا انا استخدمت may I لوجود your، وش خليت؟ comma please و question mark. comma please و question mark. وأقدر أستخدم أي صيغة أخرى. get me an orange soda. وقال لي polite request. موجودة مي؟ أستبعد صيغة may I. شقول؟ أقول could. شقول؟ أقول could. بعد الكود you، وأكتب الجملة كاملة دون أي تغيير. شقول؟ أقول get me an orange soda. انتهت الجملة؟ لا ما انتهت الجملة. شخلي comma please و
question mark, comma, please, question mark. Drive me to the march this afternoon. موجود المي راح استخدم يا صيغة can you. شو أقول؟ Can you drive me to the march this afternoon. شوف هنا كملت الجملة لا شو خلي كوما please و question mark. أرجع وأقول إنه كل الأمثلة منين؟ من كتاب النشاط وكتاب الطالب اللي خاصة بالسادس الإعدادي. Tell me how to get to the mall. كيف أي وحدة؟ Would you. شوف إيش راح أستخدم هنا؟ أستخدم would you. ليش لقيت me would you. وراها شو أقول tell وأكمل الجملة للأخير دون أي تغيير وخلي كوما ورا الكوما شو أقول please و question mark. مثال آخر show me your driving license أي واحدة أيضا موجودة الميش فش راح أقول can you وأكمل الجملة للأخير دون أي تغيير وش أخلي لها حتى تصبح الطلب مقدم comma please و question mark comma please question mark. طبعا دائما وأبدا ما تكون الصيغ جاهزة فقط أخلي صيغة الطلب المؤدب ومن ثم comma please question mark. خنسلط الضوء على نوع مختلف من الأمثلة ask someone politely أطلب من شخص ما بصورة مؤدبة to pass you the salt أن يمرر لك الملح. هنا أنا ما بدت للجملة بمصدر مجرد مثل ما كل الجمل بدت بمن بدت لي بأسك أطلب من شخص ما بصورة مؤدبة. طبعا هنا أنا وأغلب مواضيع الوحدة الثانية نركز على المصدر المجرد ما بعد to علي من نركز على المصدر المجرد ما بعد to لأن أنا شحتاج بعد القاعدة بعد الصيغ مصدر مجرد وتكملت الجملة فش راح أقول أجيب الصيغة يا صيغة صيغة would you قلت would you أو could you أو can you وراها أجي إلى المصدر المجرد وين ألقى المصدر المجرد بعد to دائما وأبدا فش أقول pass me حولت اليو المن إلى مي رجعنا شو قلنا اليو المن تحول إلى مي شو أقول the salt وخليت comma please و question mark comma please question mark. ودير بالكم على هذا النوع من الأمثلة إذا أنطاني جملة تبدأ بask someone politely معناتها بصورة مؤدبة علي من أركز على المصدر المجرد ما بعد to حتى ألقى الجملة اللي أحتاجها في الحال فتصبح الجملة would you pass me the salt please. هنا أنا حولت نعم حولت اليو المن حولت اليو إلى مي كوني شنو أنا المتحدث وطلبت المين طلبت الطلب المؤدب من شخص آخر فأرجع وصلت الضوء على القاعدة would you و could you و can you وراها may I ومصدر مجرد وتكملة الجملة مع التركيز على comma please question mark باعتبارها أساس الطلب المؤدب. أعزائي الطلبة إلى هنا ينتهي درسنا إلى هذا اليوم على أمل اللقاء بكم مجددا ودرس جديد بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.